جدعان بصوا بقى، انا جاية لكم من اكونت محمد هنا عشان هنعمل تحدي انا وهو. التحدي ده بقى ايه؟ احنا جينا لكم يا جماعه عشان نعمل لكم تحدي. على فكره بيحبونا اكتر منك والله. طب اقسم بالله بيحبونا اكتر منك، عشان كده هتشوف الفيديو ده هيجيب كام. طب هم هيقولوا يا جماعه مين؟ انا المهم ندخل التحدي. بصوا يا جماعه، احنا جايبين البتاعه الطويله ديت. بصوا طولها قد ايه، يعني بجد طولي تقريبا. المهم يا جماعه هنشوف مين اللي هيخلصها الاول. طبعا انتوا عارفين التحدي ده. هما بيقولوا طعمها حلو. المهم مين اللي هيخلصها الاول؟ مش مهم في الطعم. ناكلها بالكيس ولا نفتحها؟ انا اكلها بالكيس. يا رب صبرني. قبل اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات يا جماعه تتوقعوا مين اللي هيكسب. ايه ده؟ انا يلا بسم الله. مفيش مطوه معايا؟ مطوه. لا سكر. اوه انا فتحتها الاول. يلا. ايه ده يا محمد؟ انت بتنزلها ازاي؟ خدي اللي معاكي. يا نهار ابيض، محمد باظ. استنى من غير ما تستخدمي ايدي كنت بتاكلي. مش هستخدم ايدي، ما هو ده التحدي اصلا. يلا يا جماعه هنبدا دلوقتي وتوقعوا. اتنين. انت بتاكلها من قبل ما ابدا؟ يلا واحد اتنين تلاته. عشان متعوره. تاني يلا واحد اتنين تلاته. عشان متعوره هنا. هو تتعي. طب اقول ايه؟ هنشوف يطلع عليك. وربنا خمّاك. انا ولا هي مين؟ انا وربنا. انا بدي اشرب بقك حتى.